السلام عليكم، معكم منذر من قناة انفينيس جيمينج، واليوم رجعنا لكم في لعبة ارايس سمبل ستوري. بصراحة لعبة كثير ممتازة، خاصة اذا عندكم اطفال صغيرين كذا مناسبة اللعبة كثير. طبعا لعبة جديدة هي، فخلونا ما نطور في الكلام ندخل. اوكي كونتينيو. طبعا اللي ما شاف الريفيو مال هذا اللعبة وانا تكلمت عنه يضغط فوق موجود. Alright. هلا والله، هذا هو الشيبة كتكوت والله. يا سلام عليك، نسوي ثعبان صغير هنا. أيوة حلو. واو هولد. اها اها اوكي ماشي. ينبت الشجرة، ينبت الشجرة يا سارة. طيب هي لعبة للأطفال، فإذا عندك طفل صغيرون هالكبر شغل له هذا المقطع، بيعجب اللعبة كثير ونزل له إياه خليه يلعب. طبعا لكل الناس اللي عندهم موهبة في هذه الألعاب الصغيرة هذه، هذا اللعبة ممتازة جدا. طبعا هذا الشخص سوف يمر في أزمات حزن وأزمات فرحة، زين؟ ف كذاك يعني فاهمين يعني. أيوة. طبعا هذا نحن الحين قاسين نغير الأجواء، شوفوا كيف. أيوة يعني أنت بإمكانك أنك تتغير بالأجواء. فهنا هو يحاول أنه يتذكر صديقه اللي توفى في حادث. أيوة شفتوا كيف. Oh my god. واو الحين وش بنسوي يا أطفال؟ الحين بنجيب الماي فوق كذا. شوف هذا، هذا ماي فوق هذا يجي. أوب. أوكي. هو هذا الحزين، هذا هالكتكوت. والله حزين، والله حزين، عم يبكي والله، يبكي يبكي من شدة الحزن. ما أعرف أنا كنت أبكي ولا وش بالضبط. أوكي فالحين لازم نغير المناخ. أيوة أيوة أوكي، ننزل الماي شوية تحت يا ابني. هوبا أيوة ارجع ورا سريع. يا ساتر نزل الماي تحت. ايوه هذا ماي تحت، هذا بعدين نسوي يقحم. هذا ماي يجي فوق مشكله. ايوه الله عليك. الحين فوق الخشبه يا اطفال، فوق الخشبه وبعدين ترفع الماي اللي فوق. طبعا الجير هذا تسوي كذا تتحكم، يعني تنزل الماي وترفع. شوف كذا تسوي ينزل وكذا تسوي يرتفع. فاهمين يا حبايبي؟ يلا والحين نطة صغيرة كذا. اوبا لا نزل. والله كنا بنغرق. ايوه يا حبيبي الله عليك، الله عليك يا الطرزان. شوفوا كيف. طبعا هذا بصراحة يعني من أفضل ألعاب التوب داون هذا. شوفوا كيف. طبعا الشيبة هذا يحاول أن يستعيد ذكريات مع صاحبه الذي توفى في هذا، فاهمين لا أنتو؟ فدخلوا الريفيو رقان و... أيوة شوفوا كيف. والله والله إنه حزن ما بعده حزن. واو طبعا هذا توقع شيء ميموريز. اوكي سمع الموسيقى. راح ذكريات. ايش فيها يعني؟ ايش فيها؟ ايش فيها لما الواحد يبكي قليلا؟ لماذا؟ خلاص خلاص هدوا هدوا شباب، هدوا هدوا هدوا.
اوكي الحين وين نروح؟ طبعا هذه اللعبة يا جماعة ما فيها بس حزن وإنما حتى في لحظات فرح. اوكي يعني اللي فهمت من هذا alright او غرقته اوكي غرقت الشبه اوبا شوفوا كيف والله كتكوت لا 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 اوبا يا ساتر والله شوفوا كيف يعني ممكن انك ترسم ممكن انك انت ترسم في هذا الثلوج والله لعبة ممتازة لعبة ممتازة سوف يستحق وينال اعجابكم يا بني انظروا هذا الايس انظروا الى هذا الايس الجميل شوفوا كيف وش فيها يعني اوكي اوكي اتوقع هذا الخشبة ايوه لا لا رحت فين الله 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 غرق غرق المسكين اوكي اوكي كالما كالما يا شباب تعال كذا تعال كذا انه يحتاج الى تكنيك واو واو طبعا هنا في حصى يا سادة ايوه هذا الحصى اوكي جارت اوكي توخوا الحذر توخوا الحذر يا بني فانه سوف تطيح وتتمردغ هنا قليلا اوبا او ماي جاد حزن والله حزن والله حزن حزن والله جميل موسيقى جميلة وش فيها ما فيهاش حاجة والله اوكي طبعا ما صار شيء شباب يعني ما طحنا ولا شيء عادي الامور سلوكو ايوه الحين هذا كيف بيصير هنا ايوه صح صح تعجبني اوكي لا 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 مويه مويه هناك مويه اوكي واو انظروا كيف انه انه يتسلق الجبال سمعوا صوت الحشيش يلا سمعوا صوت واو الله عليك يا ساتر اها ايوه ايوه اعطيها نقزه ايوه ذكريات حلوة صراحة واو والله صراحة يعني لعبة جميلة والله شوفوا كيف الحشيش استمتع يا اخي وش فيها يعني احيانا تحتاج انك انت تلعب لعبه ما فيهاش ستريس ما فيهاش ستريس يا ابني لعبه غير عن بقيه الالعاب اوكي واو انه جميل
ما هذا؟ واو 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 نو 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 وان مومنتو وان مومنتو. شوف كيف يتسلق، انه يتأرجح يتأرجح في ضواهي هذه الخشبة. شوي 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 بي كيرفول بي كيرفول. تتوقع بغرق جماعة؟ اوكي ايوه تسلق. طبعا في لحظات سوف تكون لحظات فرحة، لكل قصة حزينة نهاية جميلة، تأكدوا تأكدوا بذلك. طبعا أنا وصلت في القمم، نحتاج أنه نحن نستعيد الذكريات الجميلة فاهمين يعني. أوكي شوفوا كيف شوف يتسلق في جبال الضواحي، وأنه يتسلق في ضواحي. الله الله مبسوط مبسوط. شوفوا كيف الركضة. الله وهد قد زهرت الورود ونبعت الأشجار وتركت بسمة في الجبل. واو شوفوا كيف. يعني اللي فهمته من القصة صراحة يعني ما أعرف إذا أنتوا ركزتوا معي، بس قصة حلو يعني راح. أوكي understand إيه؟ الحين مرة ثانية بنسوي نفس الحركة، نطلع الفلاور. واو طبعا الحين في سيفينج، معناته ندخل فصل جديد. الحين فصل الشتاء، وصلنا فصل الشتاء يا سادة. واو يلعبون الأطفال يلعبون. واو amazing it's flowers. الله إنه حبات البرد. طبعا يا جماعة هذه كانت لعبة Arise Simple Story، هذه كانت الفيديو لهذا اللعبة. بصراحة لعبة ممتازة، كثير استمتعت في اللعبة. أتمنى أن أعجبك الفيديو، وإذا أعجبك اضغط لايك واشترك إذا أنت ما مشترك. إلى أن نلتقي في فيديوهات ثانية، سلام.